بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enabling right to left language support اللغة العربية يا جماعة في التكست. يا جماعة أنا عندي left to right في التكست read from يتجري من الشمال لليمين، جاست خليها right to left. هتلاقي القصة بتاعت الشلباكة العجيبة بتاعت اللغة العربية. طبعا كل الأمور اتظبطت، الافتتاحية، الأهداف العامة، السبب الخطير، طبعا تمسك في الفيتشرز، تخلي البار بتاعك طبعا اون رايت بدل ما يكون اون ليفت، تخليه اون رايت عشان يكون الكلام طبعا مظبوط. الموارد انت مظبط لي ليبلز، فاكر؟ ها، في الليبلز انت مخليها عربي وعرفت تعمل كنترول في كل واحده من دول. انت عايز تغيرها تغيرها عادي، عايز تغير في الجمل بتاعت النتيجه، في الجمل اللي بتظهر في ترجمتها، عايز تعمل اللي انت عايزه فيها، شخص عادي جدا. ممكن هنا او حتى في طور السلايد لو انت كان القصه دي داخله بالسؤال، ممكن تكتب اللي انت عايزه تمسحه وتمسحه زي ما انت عايز. الاستجابات كل الكلام ده موجود في الليبلز يا جماعه، تمام؟ فاهماني؟ بداية القصة اللي أنا كنت أقصدها بإن أنت بتحاول تغير في الكلام العجيب ده. بالنسبة لي القصة بتاعت try to lift support ده كان الحل اللي إحنا كنا واقفين عليه، بقى لنا يجي مجموعة من الحلقات اللي فاتت. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.